الصناعات الاستهلاكية اللبنانية كل عمرها موجودة بأسواق اللبنانية، ولكن كان في عندها مضاربة كبيرة لأنه الأكلاف بلبنان كانت وقتها كانت الليرة على 1500 ليرة الدولار، كان عندنا كلفة كهرباء عالية، كان عندنا أكلاف كبيرة. اليوم صار في كلفة كتير كبيرة على الاستيراد، من هيك القدرة التنافسية اللبنانية كتير زادت. اليوم تقريبا الأسواق الاستهلاكية اللبنانية صارت مغطية بحوالي 80 أو 90% من الصناعة المحلية، ولكن في أخبار سارة أكثر هي أنه الصناعة اللبنانية عم تتوجه نحو منتجات ما كانت تعملها قبل، وهذا اللي بدنا نشجعه ونقويه، اللي هني مثلا الآلات الصناعية، يلي هي مثلا التكنولوجيا المتطورة، يلي لبنان كل عمره كان عنده قدرة يقدر يعملها، ولكن القدرة التنافسية للبنان كانت ضعيفة. اليوم القدرة التنافسية للبنان صارت كتير كبيرة، وهي عم تنظر لمستقبل زاهر للصناعة اللبنانية. من هيك المطلوب كيف نستقطب رؤوس أموال إلى الصناعة اللبنانية، إلى القطاع الإنتاج اللبناني، ومن هون منها محفزات الدولة كلها من بعد ما نخلص من هذه الأزمة البنيوية الكبيرة في لبنان، السياسية الاقتصادية الاجتماعية، من ندخل إلى أي اقتصاد نريد في لبنان في 20 سنة القادمة. وأنا بتصور أثبت حاله القطاع الصناعي هو القطاع المستوعب للصدمات أكثر من غيره. الصناعة لازم يكون الركن الأساسي للبنان، ويكون حواليه السياحة، يكون حده المصارف، يكون حده السياحة للتطبيب، الاستشفائية، كلهم هودي حوالي الصناعة اللبنانية. هيك بصير نرجع إلى الناتج القومي اللبناني، نرجع نشوف الأرقام يلي شفناها كانت قبل الحرب، قبل 1975 كان لبنان يشكل الصناعة من الناتج القومي 25%، أما نحن قبل من سنة ونص وصلنا إلى أوطى مستوى يلي كان 9%، وهذا شيء مش مقبول. أكيد مش مقبول لأنه كان البنك عم يعطي 15%، فبالتالي قتل أي إنسنتف أنه واحد يستثمر محلياً. بس أنا اللي بدي أسألك 100 اليوم 100%. اليوم بالوقت الحاضر نعرف أنه القطاع الخاص عم يتكل على حاله لأنه الدولة غائبة، فخليني أتحدث عن القطاع الخاص اللبناني اليوم. شو البزنس موديل؟ أولاً البنوك معطلة، فلا ليس بالاستطاعة لا الاستدانة من البنوك لحتى واحد يقدر يعمل working، يقدر يجمع كابيتال. وبعرف أنه اليوم كاش بيست إيكونومي، كله عم تشتغلوه بالكاش بالنقد لأنه كما ذكرنا البنوك غائبة، فبالتالي هل يستطيع اليوم أي مصنع لبناني أن يقف على رجليه عبر الاتكال فقط على البيع محليا أم بحاجة للتصدير؟ لا. وهنا شو عم بتشوف بالقطاع الصناعي؟ خلينا نحكي شوية أرقام للمشاهدين يعرفوا شو صاير بلبنان. نحن بلبنان الناتج الصناعي حوالي 10 مليار دولار، الناتج الصناعي يعني كل صناعة لبنان بتنتج حوالي 10 مليار worth of goods. هودا العشرة مليار بيكلفونا 3 مليار فريش دولارز تنستورد بضائع تنقدر ننتجها، أور التصدير كان 3 مليار بس قبل الأزمة، بقيمة فاليو آدد حوالي 50%. يعني كان عمليا بينقص الصناعة اللبنانية 1.5 مليار دولار بالسنة فريش لتحافظ على على حاجتها للدولار. من هيك المطلوب تزيد صادراتها لتجيب دولارات جديدة لتشتري مواد أولية. أنا بعتبر الأزمة اللبنانية كلها سوا بتنحل اقتصادياً، عم بحكي غير السياسي والاجتماعياً، إذا بنقدر ندوبل الناتج الصناعي اللبناني. يعني إذا فينا نطلع بخمس سنين قادمين إلى 20 مليار دولار، نقدر نستقطب قيمة مضافة للدولارات بلبنان بقيمة 8 مليار دولار جديد. هني بيسكروا كل عجز الدولة اللبنانية، عجز الميزان الحساب الجاري، عجز الميزان الجاري. وهيدي استراتيجية وحجر الزاوية لازم تصير لاستراتيجية لبنان الاقتصادية الاجتماعية في الخمس سنين القادمة. ما الذي حدث بآخر كم شهر؟ فيك تعطيني فكرة، أعطي المشاهد فكرة. ولا شك أنه نحن أيضا عم نتوجه لجمهور potential investors، يعني اليوم نحن عم نحكي مع جمهور مستثمر محتمل. فاليوم شو البيتش؟ اليوم إذا أنت بدك تعمل بيتش على القطاع الصناعي اللبناني، شو البيتش بالظروف الصعبة حاليا؟ أنا بقول أول شغلي بقول أنه كل صناعي في لبنان بعده طيب وبعده صناعي من بعد 20 سنة وصلت الفوائد إلى 15% وعملة مدعومة بشكل أنه ما يقدر اللبناني يكون منافس مع الأجنبي ببلده، يعني هو قابل للحياة. هلأ بده يبلش يزدهر ويكبر
لأنه القدرة التنافسية كتير كبيرة. يلي بنتوجه للمستثمر يلي عم يسمعني ويقول نحن بأزمات اقتصادية اجتماعية سياسية ولكن أساسها سياسي عم نشتغل عليها، لبنان عم يخلق من جديد. هون بدك تسمحي لي أقول أنه لبنان عم يخلق من جديد، مطلوب ندخل إلى زمن كله انفتاح وتطور، بده يكون حجر الزاوية فيه باقتصاده الحر ولكن اقتصاد منتج. طيب فإذا نحن منعتبر أنه جايينا 5 سنين قادمين، إذا منعرف نشتغل بالسياسة لنرتب بيتنا الداخلي ونستقطب رؤوس الأموال من إخواننا العرب وإخواننا المنتشرين اللبنانيين في العالم كله أول شيء، ثاني شيء، وثالث شيء من المستثمرين العالميين كلها. نعم. عندي دقيقة قوي. بس طبعًا. بدي أفهم منك اليوم على أي profit margins عم تشتغل الصناعة اللبنانية اللي ببيع محليا، وبالتالي اليوم هل الجميع عم بيصدر ليقدر يجيب الدولار ليشتري المواد الأولية؟ ليك تنكون صريحين ودقيقين، ما حدا عم يحكي بالبروفيت مارجن هلا، لانه ما حدا بيعرف كيف بده يحسب. اي دولار بتحسبي على ليره 1005 ولا على 3900 ولا على 8500 ولا على الدولار يلي اسمه دولار بالبنك اللبناني ولا على الدولار الفريش، ما حدا بيفهم شيء. المطلوب نأمن مصريات كافيه للكاش لتدفعي معيشات باللبناني للقدره العامله اللبنانيه وتساعديهم تزيدين لهم معيشاتهم ليقدروا يواكبوا شوي صغير الانفليشن. من ثاني ما لازم تأمني كميه الفريش دولار كل يوم لتقدر تشتري وتستمري من استيراد المواد الاوليه، وثالث شيء لازم تأمني الدولار يلي هو الدولار البنكي لتسكر الديونات الاوفر درافت واللونج تيرم والميديوم تيرم لون اللي عم تستحق للبنوك. من هيك الصناعه اللبنانيه اليوم بالفعل عم بدير ازمه كثير صعبه بسموها فوكا. نعم. فوكا انفايرمنت فولاتايل انبريدكتبل كومبلكس وازمه كثير ومتطور والمشاكل، ولكن لحديت هلا كتر خير الله اللبناني تعود يدير حياته ويعود عن نقص الخدمات الدولة ويتكل على نفسه، واليوم ايام كثير صعبه ولكن نحن متكلين على نفسنا. إن شاء الله خير، ما في غير نتأمل خير. شكرا جزيلا لك سيد نعمت فريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندفكو الصناعية، أهلا وسهلا بك.